جاء قصيدة انطلق حكيم الفريج النجومي. هي أول قصيدة كانت هيش تصوير عفوي احتمال شايفه. زين. لقاء عفوي يعني وي ولد. أنا مو بس الفيديو حتى قلبك شايفه. في الدول قلبك لا وبعد قلبي أروح. وي ولد فراس يعني. زين. انتشرت القصيدة مال الدنيا ما خلصت ولا أبو جاية بيك. وراها ضربت مال قلولهم. يعني واحدة ورا الثانية. الماوقف لبضي جمس. الماوقف لبضي جمس. اي قل له ولا باكر له. اليوم وقف لك؟ الماوقف لك امس وقف لك اليوم؟ ما ادري ايش اقول لك. ها نفسيته هو؟ والله هو نفسيته. ما اختلف. ابد.